السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف عمتي الجديدة. شنو يا ابوي؟ أخبار ضمان؟ الحمد لله. أنت طمنا كيف شغلك؟ والله دحين استلمنا مشروع جديد. نروح المسجد وكمل له؟ جدي جدي تعال أوريك أبوي إيش إيش صنع عشان الوضوء. شوي شوي على جدك. بس تحط رجلك تدعس كذا. إيش هذا ممتاز؟ اسمه بود، جهاز غسل الرجل يا جدي. هذا الجهاز اللي نحتاجه من زمان.